تحظى العائلة الملكية المغربية اهتماماً عالمياً كبيراً، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة تقاليدها وطرق عيشها. فعلى سبيل المثال، يبحث العديد من الناس عن أعمار أفراد العائلة الملكية، كعمر الملك محمد السادس الذي ولد في 21 من شهر غشت سنة 1963 ويبلغ من العمر 59 سنة. أما الأمير مولاي الحسن فقد ولد في 8 من مايو سنة 2003 ويبلغ من العمر 19 سنة، فيما تبلغ الأميرة لالا خديجة من العمر 15 سنة، حيث ولدت في 28 من شهر فبراير سنة 2007. وبالنسبة لأخوات الملك محمد السادس، فقد ولدت شقيقة الملك الكبرى الأميرة لالا مريم في 26 من شهر غشت سنة 1962 وتبلغ من العمر 60 سنة، فيما ازدادت ابنتها مدللة الراحل الحسن الثاني الأميرة لالا سكينة في 30 من أبريل عام 1986 ويبلغ عمرها 36 سنة. أما ابنها مولاي إدريس فقد ولد في 11 من شهر يوليوز سنة 1988 ويبلغ من العمر 34 سنة، فيما تبلغ الأميرة لالا أسماء الابنة الثانية للراحل الحسن الثاني 56 سنة من عمرها، حيث ولدت في 29 من شهر شتنبر سنة 1965. أما ابنها مولاي اليزيد فقد ولد في 25 يوليوز 1988 ويبلغ من العمر 34 سنة، فيما تبلغ ابنتها لالا نهيلة 30 سنة من عمرها، حيث ولدت في 29 من مايو سنة 1992 وتبلغ الأميرة لالا حسناء وهي أصغر بنات الراحل الحسن الثاني 54 سنة من عمرها، حيث ازدادت في 19 من نوفمبر سنة 1967. كما تبلغ ابنتها لالا أميمة من العمر 27 سنة وابنتها لالا عليا 25 سنة. أما شقيق الملك محمد السادس الأمير مولاي رشيد فلقد ولد في 20 من يونيو سنة 1970 ويبلغ من العمر 52 سنة، فيما تبلغ زوجته الأميرة لالا أم كلثوم 35 سنة من عمرها، حيث ازدادت في 3 من فبراير سنة 1987. كما يبلغ ابنه الأمير مولاي أحمد من العمر 6 سنوات، حيث ولد في 23 من يونيو سنة 2016.